فرق الشبه بينك وبين هنا؟ الناس بتفتكرك انها هي. اكتر موقف مضحك حصل بسبب الموضوع ده؟ بصي، حصل لي اول ما ابتديت امثل في الطاووس. اول ما مثلت بقى فايه بسطت قوي بالناس، بقى بسطت قوي بالمسلسل وبسطوا بيا قوي، كان الناس مبسوطه. مامتي قالت لي بصي بقى انزلي شوفي بقى الناس عامله ايه في الشارع. مامتي فاكره ان اول عمل لسه تعرف، فاللي هو ماما لو مش دلوقتي خلاص لسه بدري قوي عليا. فالمهم ادتني امال جامده قوي ان الناس هتعرفني. المهم نزلت بقى، رحت كنت اشتري حاجات من المول وكده، طبعا المول بيبقى زحمه، فلقيت واحده قالت لي لا انا مش مصدقه، قالت لي انا بموت فيه. قلت لها وانا اقسم بالله بموت فيه جدا. قالت لي لا بجد، قلت لها والله وانا. فجابت ولادها وجابت جوزها، فانا حسيت الموضوع اوفر قوي، اكيد مش كلهم بيحبوني، ما برضو ايه يا منطقي في حاجه غلط. فقلت لها هو انت بتحبيني بجد ولا ايه؟ قالت لي والله لا، انت طلعتي بتمثلي حلو، انت ممثله جامده، برافو عليكي. قلت ايه ده، ايه الهبل ده يا جماعه، ده ربنا بيحبني قوي بقى. قلت لها يا جماعه الشهره سهله قوي كده. فالمهم قالت لي اه ده انا كنت، انت كنت جميله في لا لا لاند. لا لاند انت بتتكلمي بجد ولا ايه؟